خلاص هبدأ. لو حد فيكم انا مش مانع التسجيل، ما اعرفش يعني ممكن تسجلوا على حد بدأ. تمام، اول حاجه عايزين نتكلم فيها كده، انت لما بتعمل ايه اول ما بيجي لك مشروع؟ يعني ايه الخطوات ان انت بتعمل بيها مشروع وتتخرج بيه؟ ده مشروع التخرج لما يجي لك، ايه الخطوات اللي انت تشتغل بيها؟ عنده معلومه يقول لي، تفاعلوا معايا شويه بس عشان ايه ما تنساش. هتقول لي ايه الستبس اللي بتيجي لك لما بيجي لك مشروع؟ بيجي تقريبا أول حاجة بلم معماري، علي صوتك بس. بقول لحضرتك بيجي تقريبا بلان معماري، بلان معماري أول حاجة هيجي لك بلاك المعماري، مظبوط. تعالى بيجي لك بتعمل إيه؟ ببدأ أشوف النظام الإنشائي اللي هيناسب قطعة الأرض أو الفيلا أو أيا كان اللي جاي في المشروع، والسيستم وأناقشه مع المعيد أو الدكتور، وبعدين أبدأ أشوف بقى الماتيريال عظيم اللي عندي اللي انا عظيم. اول هشتغل حاجه بيها. هتعملها، اول حاجه هتعملها انت تحط ستاتيكال سيستم. اللي انت قلته ده انك تحط ستاتيكال سيستم. ايه ستاتيكال سيستم؟ ستاتيكال سيستم عباره عن انك انت كل جزء عندك في المشروع اللي جالك ده، في البلاطه اللي جات لك دي، تشيلها وعارف هتشيلها ازاي. بمعنى اخر، تختار نوع سيستم البلاطات، سواء سوليد سلاب او فلات سلاب او هولو بلوك سلاب، او فيما بعد حاجه اسمها بوست تنشن سلاب يعني تاخدها في رابعه. تحط اماكن العمدان، تمام. ولو هتشتغل سوليد سلاب هتحتاج كمرات، تحط اماكن الكمرات بتاعتك، بحيث في الاخر تبقى انت عامل ايه، توصل ان كل جزء في البلاطه بتاعتك متشال. مثال مثلا، معرفش الكلام ده ظاهر لكم ولا لا. ظهر لكم حاجة زي كده قدامكم دلوقتي؟ لو حاجة ظهر كده قدامكم ولا يا شباب؟ زهرة باشمهندس، ظاهرة؟ هي زهرة بس ما فيش تمام. تفاصيل هيجيلك باينة. بلان معماري بالمنظر ده. ده كده بلان معماري، شقة معماري أو عمارة سكنية عادية، تمام. المعماري بيجيلك هو فارش كل حاجة زي ما اتخدت في تانية مدني. يجي لك المعماري حاطط لك اماكن الشبابيك، اماكن الابواب، تمام. المنظر ده، اماكن السلالم، الكلام ده كله. كنت انت اول خطوه بتعمل ايه في تانيه مدني؟ انك انت تحوله ستاتيكال سيستم. ستاتيكال سيستم انت بتختار السيستم بتاع البلاطه دي هتشيله ازاي وتحط اماكن عمدان. بتيجي تروح تحط اماكن عمدان بتاعتك فين؟ عند كورنرز اللي انا عملتها بالمنظر ده مثلا، عند الكورنر هنا في حيطان. بتحط اماكن حاجه اسمها الكورز والشير وول. ايه الكورز والشير وولز دي؟ اللي هي السيستمز اللي بتقوم معاك اللاترال لودز اللي انت خدتها في ثالثه، صح كده؟ انت خدت في ثالثه ايه؟ الزلازل والويند والاحمال الجانبيه، مظبوط؟ معايا؟ وعرفت ان الاحمال الجانبيه بتتقاوم عن طريق ايه؟ عن طريق العمدان بس. طب لو العمدان مش قادره، بتروح مزود شير وولز ومزود حاجه اسمها الكورز، يا اما خدتها يا اما هتاخدها تاني في رابعه، مفيش مشكله. تحط اماكن الكورز غالبا بتكون حوالين السلالم، حوالين الاسانسيرات. ده كده شكل اسانسير. تعودوا على الحاجات دي يا شباب عشان ده اللي هيجي لكم في مشروع التخرج بعد كده. يعني حاول تفهم الدنيا عشان يبقى اسهل لكم بعد كده ان شاء الله في رابعه. حط اماكن الكورز وشيل وول طالما يسمح ان هو يحط حوالين السلالم والاسانسيرات. حط اماكن العمدان كلها بحيث برضو في الاخر ما ترخمش على المعمار، ماشي؟ في حال ان انت ينفع تحط حاجه اسمها مارجنال بيمز اللي هي الكاميرات الخارجيه، تحط مارجنال بيمز. بعد كده بتروح منظف اللوحه بتاعتك خالص، شلت منها كل حاجه معماري، واتبقى معاك ايه؟ حدود البلاطه بتاعتك اللي هو بالمنظر ده، شايفين قدامكم ده؟ شايفين ده كده يا شباب؟ ايوه ده يا كده كأن باشمهندس، الاستاتيكال سيستم، اماكن العمدان بتاعتك، اماكن الحيطان، وحدود البلاطه بتاعتك ايه هي بالظبط، والسيستم بتاعها هيبقى عباره عن ايه كده كانها فلات سلاب. فاضل بس ان انا ازود هنا، اكتب له ان التخانه بتاعت الفلات سلاب دي كذا، 28 سم مثلا او 25 سم، زي ما احسبها اللي انت خدته في الخرسانه. لو فلات سلاب تبقى ال على 32، ال على 36، والكلام ده كله، تمام.
طبعا السلم هيكون ظاهر معاك، المفروض تظهر السلم ده معاك في الاستاتيكال هنا، تمام. كاميرات، لو انت في كاميرات عندك تكتب عليها كاميرا كذا بكذا زي ما انت خدت بالظبط في تانية بدل. عايز افتح لكم حاجة كده يكون مكتوب فيها الكلام ده كله. ده كده شكل حاجة زي الستاتيكال سيستم. الداتا بتاعتك أماكن عندك موجودة، سخنت البلاطات بتكون مكتوبة عندك، السلالم، الفتحات، الكلام ده كله، ده اللي أنت خدته في تانية يعني. طيب تاني خطوة بقى بتعمل الستاتيكال سيستم إيه هي؟ تعمل حاجة اسمها دي اكس اف. إيه هو الدي اكس اف ده؟ دي طريقة تحول بيها الستاتيكال بتاعك ده اللي انت عملت فيها السيستم دوت، تحوله لحاجات ينفع تدخل بيها في الايتابس، ينفع تدخلها في الايتابس، تعمل الموديل بتاعك في الايتابس. انت في الاخر عايز تعمل ايه؟ ايه مثلا عندك ده عماره مثلا 10 ادوار او 11 دور، تطور كبير 30 دور، ايا كان، عايز تدخل الدي اكس اف بتاعك او البلاطه بتاعتك على الموديل، بتدخلها ازاي؟ بحاجه اسمها دي اكس اف. الدي اكس اف انت خدته مع الدكتور، المفروض بيبقى عباره عن حد عارف او حد عنده فكره. حتى عنده فكرة دي اكس اف عبارة عن ايه بالظبط؟ او بتعمل ازاي؟ بس لحضرة المحاضرة. تمام. محدش عارف؟ وتقريبا الدكتور قال نخلي مثلا الاريا بتاع البلاطة كلها بولي لاين واحد، بحيث تظهر كلها مرة واحدة، بعدين أعمل لها في الأريا، أو إن أنا لها كأنها بقت سلاب جوه الموديل بتاع الإيتاب، طيب هو وأخلي انت بس الأجسام اللي مش كلهم فاكر الناس حاجة التانية، واحدة. الناس التانية مش معانا ولا معانا ولا ايه يا شباب؟ مع حضرتك يا باشمهندس. مع حضرتك يا باشمهندس. معانا يعني؟ طيب. الناس اشتغلت على الكاد اصلا ولا ما اشتغلتش كاد قبل كده؟ كم واحد اشتغل لا، كاد يعني؟ هو كان حاجات قليلة قوي يعني، بس محدش اشتغل كاد اصلا؟ البلانات لا اللي حضرتك بتعرضها دي. نعم، ما اشتغلناش في البلانات اللي حضرتك بتعرضها اللي فيها تفاصيل كتيرة زي كده، احنا كنا بنعمل حاجات بسيطة. مش لا سيبك من اللي انا بعمله لك، انا طلعت حاجه كنت فاتحها اه، اي اللي انت كاد، اشتغلت حضرتك اي كنت كاد. فتحته ده، لا ما وصلناش للليفل. بقول لك اشتغلت اي كاد عموما، اه يا باشمهندس، عملنا حاجات كاد بس انا الحاجات بسأل الناس البسيطة اشتغلت كاد يعني، عامه ولا لا. هي اه الرسومات ايوه اللي اشتغلنا في حاجات سهله. اه بالظبط. مشكلة من الحاجات السهلة يعني كله سهل شوية. يعني مش عايزك تتقدم من حاجة بتظهر لك، يعني انت ايه الصعب في بلان زي ده؟ انا عايز اعرف بس انت حددته صعب وسهل على اساس ايه مش اكتر. احنا عمرنا ما اشتغلنا حاجة زي كده مثلا. طيب عامة لما يجي لكم مشروع ان شاء الله روعة، سواء دخلتوا خرسانة او دخلتوا ستراكشر، غالبا يعني هيجي لكم مبنى حاجة زي كده. هو مش هي الفكرة كلها ان الدنيا زحمة، ماشي؟ فانت لو قعدت تقفل اللايرز بتاعتك، انت عندك هنا حاجه تقفل اللايرز، كل تفاصيل المعادن انت مش محتاجها، مش محتاج اماكن السراير، مش محتاج تعريف الحمامات، الابواب، الكلام ده كله انت مش محتاج، تقعد تقفل الكلام ده كله، تمام؟
كده بقى الدنيا حلوه لحد ما فيهاش حاجه يعني خلاص يعني فيها حاجه كده شويه اوض متقسمه بحيطان فاهم قصدي؟ ما ليه الحتت المتقطعه على الحدود ده ده المال اللي بيجي لك انت انت بص عشان بس انت الفكره كلها هي اللقطه كلها او الصعوبه كلها بالنسبه لكم انا عايز اطول معاكم في الحته دي عشان تفهموها اكتر يعني. انك انت ازاي تحول المعماري الانشائي من غير ما تتخض يعني ما فيهوش اي مشكله انت نظفت لوحتك خلاص شلت الحاجه اللي انت مش محتاجها طيب انت واحد انشائي عايز تعمل ايه تحط ستات بكل بساطه هتخش تعمل لير اسمها سلاب او تعمل لير مش عارف اسمها ستراكشر سلاب ايا كان تعمل حاجه اسمها بولي لاين تمشي على حدود البلاطه بتاعتك صح مظبوط اشتغلت ولا ما اشتغلتش حاجه زي كده كمان تمام هو ده اللي الدكتور قاله قصدي في المحاضرة نعم هو ده اللي الدكتور قاله في المحاضرة طيب ما قلتش حاجة غريبة تمشي بولي لاين على الحدود بتاعتك اللي هي الخارجية ده كده البلاطة بتاعتك ده الاستراكشر سلاب بعد كده بتعمل ايه؟ تحط أماكن عمدانك لو المعماري لو المعماري ما ادهلكش المفروض لما يجي لكم مشروع هو بيكون مقترح عليكم أماكن العمدان هو حاططها في الأماكن اللي بتناسبه هو بس بسايز ثابت بيحطه بسايز ثابت فانت بتشتغل على العمدان اللي هو مديها له اللي هو مديها لك من غير ما تغير اي حاجه تحط انت اماكن عمدان تبدا بالمعماري اديها لك على طول طب عشان تجيب السايز الحقيقي بتاعك تجيبه ازاي في الخرسانه ازاي تجيب سايز العمدان اللي انت درسته في الخرسانه اتش على 8 ل 9 تقريبا اتش ايه يا ابني خدتوا ديزاين العمدان على النورمال في الخرسانه ولا لا؟ هي دي بتساوي 35 ال اف سي يو الاريا ميثود مش بيجيبوا الاريا ميثود اللي هي تجيب الدبليو اس بتاعت الدور الواحد وتشوف العمود شال اريا قد ايه تروح في عدد الادوار صح كده؟ ده منها الثانية ده وتجيب النورمال على العمود بعد كده تجيب من النورمال ده بروبوزل او اقتراح لقطاع العمود يبقى كام صح كده مظبوط مظبوط يا باشمهندس ما علينا انا دلوقتي عايز اعمل الكلام ده هل هقعد اعمل في كل عمود احسب اريا ميثود بتاعته والكلام ده كله لا انا هعمل ايه لو عامل اماكن العمدان اللي هو كان مديها لي اصلا في المعمل اللي هو اقترحها عليا صح كده وبشتغل بيها زي ما هي واخش بيها بالدي اكس اف ده على موديل الايتابس من موديل الايتابس بقى اشوف الاحمال اللي جايه على العمود ده مخليها سيف ولا ان سيف الناس فاهمه حاجه ولا الناس تايهه لا تمام يا باشمهندس لو حتى ايه يقول طيب ثاني الحته الاخيره ده يا باشمهندس عايز اكتب انا ينفع اكتب ولا يعني انا عايز انا عايز دلوقتي اسستم معاكم الدنيا لما بيجي لكم مشروع بيحصل ايه اول حاجه احنا قلنا ان احنا بنحول المعماري لاستاتيك صح كده ستاتيك اللي هو عباره عن ايه؟ ان انا اعمل حدود البلاطه بتاعتي واشوف هتشيل فلات سلاب سوري سلاب هولو بلوك ايا كان ايه هي احط اماكن العمدان اماكن الفتحات الكلام ده كله كده انا حولت المعماري لاستاتيكال سيستم تمام العمدان اللي شغال بيها العمدان اللي معماري اقترحها عليا انا مطلوب مني اعمل ديزاين صح كده اعمل ديزاين دي يعني ايه؟ يعني اجيب ابعاد كل element اللي انا محتاجه تقريبا هني مش عارف ليه
ايش كم هلو معلش بفتح الكات تاني بس الناس شايف انا بعمل ايه يا شباب؟ باين حاجه ولا باين؟ السيرش اللي انا بتكلم عليها اول ما بيجي لك المعماري بتحول سيكال سيستم انك انت بتحط السلاب ايدج بتاعتك ورود البلاطه والسيستم بتاع البلاطه واماكن العمدان اللي المعماري اقترحها عليك لكن عندنا المعماري بصراحة عليك بالمنظر ده لاب ايدج الحيطان الكلام ده كله طيب. العمدان اللي انت بتبدأ بيها دي مش شرط تكون هي العمدان اللي هتكلم الموديل بتاعك سيف او المبنى بتاعك سيف او هي اللي هتعمل عليها الديزاين تمام طيب. فانت بتعمل ايه بتخش مبدئيا بالحاجات دي جوه الايتابس موديل تعمل الموديل بتاعك بعد كده تشيك ان العمدان دي
سيف او محتاجه تزيد او محتاجه تقل، بناء على ايه؟ وبناء على الحمل اللي جاي عليه. يعني مثلا لو انت شفت في الايتابس الحمل اللي جاي لك على العمود ده 3000 طن مثلا، وهو الكباست بتاعته المعماري عامل لها استيميشن شال 2000 طن، فانت العمود ده كده هيبقى ان سي، فانت محتاج تكبر. فاللي بيعمل الكلام ده كله ايه؟ في الايتابس هو بيتشيك على كل حاجه من الحاجات دي، بس انت بتكون عارف بتدخل الحاجه دي ازاي. تمام، ده اللي انا كاتبه معاك هنا. اول حاجه تحول ابليكيشن للستاتيك سيستم، ثاني حاجه يستعمل ستاتيك سيستم اللي هو سلاب اتش بيمز كولومز لوكيشن والكلام ده كله. بعد كده تعمل الدي اكس اف اللي هو ترانسفير للستاتيك دوت لاليمنتس دخلها على الموديل. تعمل ازاي ترانسفير للستاتيك ده؟ الايتابس موديل بيفهم حاجتين، بيفهم يا اما بولي لاين يا اما لاينز. ماشي، البلاطه بتاعتك لازم تكون بلاطه مقفوله بولي لاين، ارسمها بولي لاين مقفول. فانت بتيجي على السلاب ايج بتاعتك ترسمها كلها بولي لاين بالمنظر ده. يعني لما تدوس عليها كنترول 1 كده هيكتب لك ان هي بولي لاين. تمام، طيب العمدان نفس الكلام، الايتابس يفهم ان العمود ده بولي لاين، لازم يكون بولي لاين مقفول، ما ينفعش شويه لاينز كده كله ارسم لي ده عمود، مش هيفهم، لازم يكون كله كل ده على بعض، ده كده مش هيفهم. تمام، طيب ده كده البلاطه والكولوم. فاضل ايه كمان؟ الوول. الوول بيفهمها ايه؟ او الكور او الشيل وول، يفهمها السنتر لاين، يفهمه سنتر لاين ماشي في نص الوول كده، سنتر لاين ماشي في النص. مهندس بعد اذنك، هو السكرين المفروض ظاهر على ايه؟ نعم، السكرين المفروض ظاهر على ايه؟ لا انا المفروض بعمل حاجات على الكاف، سوري. كده ظهر الكاد؟ ايوه كده ظهر. تمام، كنت بقول لك انا بخلي البلاطه بتاعتي كلها بلاطه مقفوله بولي لاين، لما ادوس عليها كنترول 1 كده يقول ان دي بولي لاين. هو الايتابس يفهم ان دي ممكن تتحول لاليمنت بلاطه على الايتابس، لازم تكون بولي لاين. العمدان نفس الكلام، لازم تكون بولي لاين، ادوس عليه كده يكون بولي لاين، ما ينفعش تيجي عند العمود تروح عنه خطوط، شويه خطوط لاينز كده. تقول لي افهم ان، بتقول لي افهم ان ده عمود، لا لازم يكون كل لاين مقفول مش شويه خطوط. فكده البلاطه بتتمثل كل لاين، والعمدان بتتمثل بولي لاين، الشير وولز او الكورز بتتمثل بسنتر لاين ماشي في نص الحيط، خط خط مش بولي لاين بقى، خط عادي. الخطوط بتتمثل بخط لاين. نعم، بقول لحضرتك ما خدناش الكور ولا الشير وول في المحاضرة، فلو ممكن تمثيلها تاني كده على الكاد معلش. بتعمل لاين عادي مش بولي لاين بقى، يمشي في النص. الايتابس بيفهم الوولز في السنتر كلاين موجود في السنتر لاين بتاع الوول نفسها. ماشي، طب لو في كاميرات، برضو بيتفهم ان هي تبقى لاين كده في النص، لو دي كاميرا الكاميرات لاين في النص. تمام، طب لو في دروب بانل، دروب بانل دي اللي هي بتبقى سايف بانشنج معاك، لو انت العمود عندك ان سيف بانشنج تعمل دروب بانل بالمنظر ده كده.
برضو خدتها المفروض في الفرسلات. الدروب بالي برضو تتفهم ازاي؟ تتفهم ان هي بولي لاين. تمام؟ ايه تاني؟ الفتحات لو في اوبننج برضو تتعمل بولي لاين. ده الاسانسيرات بتتعمل فتحات، السلم برضو بيتعمل فتحات، فتحة في مكان السلم. تمام يا شباب؟ لو احنا اختصرنا الكلام ده وينفع شكل ونتعكل سلابس او فويدز او كولومز او دروبس او اريا لود. يعني ايه اريا لود؟ لو في مكان معين في البلاطه هيكون معقود عليه لود غير اللي حواليها، ممكن برضو تعمله كاريا لود، تعمله بولي لاين. في الاخر انت بتعمل في الديكس ايه؟ كل حاجه تسهل لك الدنيا. نعم حضرتك بتكتبه دلوقتي مش ظاهر على الشاشه. اخر حاجه مكتوبه الاليمنت تاب موديل. لا ظاهر كده. ايه كده ظاهر بس تحت قوي. ممكن حضرتك ترفع الشاشه لفوق او يعني بس كده ظاهر. حلو كده. تمام. لابس وفويد كولومز دروبس او اريا لود. الديك سيف ده ايه؟ الديك سيف عباره عن حاجه بتسهل لك ازاي تعمل مود. فانت بتعمل كل حاجه تسهل لك الدنيا، سواء احمال سواء اماكن حاجات كده. ماشي. فلو في عندك اريا فيها لود زياده على اللي حواليها تعملها برضو اريا لود بولي لاين. ماشي. طب ايه اللي بيتعمل بولي لاين؟ ايه اللي بيتعمل لاينز بقى؟ بيمز وولز كورز. كورز اللي هي الشير وولز يعني. تمام. او لو في لاين لودز، اللاين لودز اللي هي بتبقى عباره عن حيطان، حمل السلم، بيتعمل كلاين لود. دول بيتمثلوا كلاين. فانت عندك يا اما بول لاين يا اما لاين. طيب لو في كاميرا دائريه نمثلها ازاي؟ يا شباب سيركل بيم سلم نعملها ازاي؟ حد عنده فكره؟ خط برضه. تمام. خط يعني مثلا خط. لو انا عندي خط. لو انا عندي في سلم هنا كده عندي حاجه بالمنظر ده وانا هعمل لها كاميرا. حضرتك بترسم على الكاد؟ اه يعني مش ظاهر عندنا. طيب استنى ممكن ارسم هنا. ممكن ارسم هنا. طيب كده ظاهر. حضرتك ممكن تغير الشريحه اللي انت شغال عليها عشان هي موجوده عندنا فيها كلام بس. انت كده الدنيا كده شايف ولا مش شايف؟ لا هو اللي ظهر قدامنا الكلام خط جاي من الجنب قوي. ليه مش ظاهر الصوره الرسمي؟ ليه انا عامل سكرين وايت بورد كلها السكرين يا باشمهندس؟ اللي ظهر قدامنا. مفيش حد شايف العمود اللي برسمه والحاجات دي؟ لا مش ظاهر. لا انا ظاهر عندي. انا ظاهر عندك؟ اه هو على اليمين شويه. ممكن اسحبه. انا جبته في النص اهو.
انا جبت في النص. الناس مش شايفه الكلام ده كده؟ هو دكتور عمودين وبينهم دوران في خط كده ماشي، عمودين وانا هعمل بينهم كاميرا كده. اه تمام. واضح. لو عندي في الاستاتيكال حاجه بالمنظر ده، لو في الاستاتيكال حاجه كده بالمنظر ده تعملها ازاي انت عشان تحولها للديكس اف؟ تمام كده ظهر. تعملها ازاي عشان تحولها للديكس اف ده؟ تمشي خط خطوط مكسره كده، خطوط مكسره. تقريبا الدكتور قال لنا نعملوه على الاوكاد الاول وبعدين نعملوا له استرداد على طبعا على الكاد. ما بقول لك على الكاد تعملها خطوط مكسره كده. هو الدكتور قال هنرسم سيركل وناخد الخطوط بحيث تبقى قريبه منها و... عشان الشكل يعني ايه سيركل وهناك ترسمها على الايتابس نفسه خطوط. لا في الاوكاد برضه سيركل بتعمل اكسلود يعني ولا ايه؟ الدكتور قال هنرسم سيركل وناخد حواليها الخطوط دي بحيث تبقى اقرب ما يمكن للسيركل الخطوط. ماشي. انا بقول لك تقعد تعمل خطوط يعني في الاخر. تمام. يعني اهم حاجه في الاخر ان هي خطوط، البيمز في الاخر هتتقري في الكاد ان هي خطوط، في الايتابس ان هي خطوط، والبولي لاين نفسه بتاع البلاطه لو بقى تمشي بتاعتك كده اللون ده. برضو تمشيها برضو خطوط مكسرة كده. يعني من الاخر ما تعملش ارك. ما تعملش ارك في البولي لاين او اللاينز. من الاخر ده انا عايز اوصله لك يعني. عشان يتابس يقراها. مفهوم يا شباب؟ يعني كده باشمهندس الكاميرات الدوران هنعملها خطوط متكسره، وحتى لو بلاطه برضو في الدوران تمام. البلاطه برضو البولي لاين لو في بلاطه مدوره بولي لاين عادي وتعملها لاينز برضو مكسره. ماشي. طيب الخطوط دي المفروض ان الكاميرا بتاعتك تكون واصله من سنتر العمود لسنتر العمود. شايف السكرين كده صح؟ ايوه. شايف السكرين كده؟ لو انا عندي لو كان في عندي كاميرا بالمنظر ده هنا كده لو في كاميرا بالمنظر ده فانا الصح ان انا اعملها في النص كده، اعمل خط في النص ده اللي هو هيقرا الايه الايتابس صح كده، ويخش جوه العمود شويه وجوه العمود شويه. بس انا كده فين 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 سنتر لاين العمود؟ سنتر لاين العمود فين؟ هنا مظبوط النقطه دي. ونفس الكلام هنا سنتر لاين العمود فين؟ في النص مش متوصل بيها صح كده. فالكاميرا دي كده ملهاش اي معنى معايا. يعني لازم كل حاجه تبقى متوصله بسنتر لاين العمود بالظبط. فانت عندك حل من اتنين، يا يعني اما تخلي الكاميرا دي كده توصل السنتر لاين ده السنتر لاين ده يعني بيبقى الكاميرا بتاعتك مايله كده بالمنظر ده، يا اما ترسمها عادي زي الاول خالص بس بتعمل هنا حاجه اسمها لينك بتوصلها من اخر نقطه لحد السي جي العمود. ده زي لينك حاجة ريجيد جدا بتخلي لك النقطة دي هي هي النقطة دي. ده بيتعمل على الإيتابس.
يا اما زي ما قلت لك توصل انت من السنتر للسنتر على طول. لو الميل مش كبير قوي مش ملحوظ قوي عادي، انما لو ملحوظ قوي يفضل انك انت تعمل موضوع اللينك كده. تمام يا شباب؟ حد عنده سؤال الحاجات دي لحد دلوقتي؟ بالمره بقى لو زي ما قلت لكم، لو انتوا كان عندكم في اريا لود مختلفه، فانت ممكن تعمل لاير اسمها اريا لود، فيها اي لون، وتشوف من المعماري مكان اللود ده فين. مثلا المكان اللود ده هنا، فانت كده خلاص حددت ان في لاير اسمها اريا لود في الحته دي هيبقى عليها لود مختلف، فانت في الايتابس تعرف تحط اللود بتاعك في المكان ده مظبوط. طب لو في حوايط نفس الكلام، تكون عم معماري رسم مع كل حيطه تلاقي اللود تحت الحيطه بتاعتك. يعني شايفين الحيطان الكتير اللي كانت هنا دي، اجي تحت كل حيطه ارسم لاين لود بتاعها. لو انا عايز ادخل حيطان كلاين نودز، عندك في طريقتين تدخل بيهم احمال الحيطان، يا اما ديستريبيوتد يا اما لاين نودز. الحاجات دي كلها حاجات في الدي اكس اف بتساعدك، عشان كده بعد كده الموديل يبقى سهل. انما ايه الاساسيات؟ الاساسيات هو الحاجات دي، انك انت تعمل بولي لاين، بلاطه، عمدان، جروبات، فتحات، كاميرات. ده موضوع الاريا لود واللاين لود، الحاجات دي كلها حاجات بتساعدك عشان تخلي الموديل بتاعك مظبوط. ماشي؟ تاني الطريقه الثانيه بتاع الحيطان كده يا باشمهندس، اللي هي الديستريبيوتد دي بتتعمل ازاي؟ دي انت تجمع وزن الحيطان ده كله. لاينز كلها؟ نعم؟ مش بنعملها لاينز كلها؟ عندك طريقتين وانت بتعمل حمل الحيطان على البلاطه، يا اما تمشي لاين لود تحت كل حيطه، بعد كده تحسب هو وزنه كام وتحطه على الايتابس، او انك انت تقعد تعمل الخطوط دي كلها وتجمع اوزانها وتقسمها على الاريا. دي الطريقه الثانيه. دي الطريقه الثانيه، يا اما ديستريبيوتد لود حيطان، يا اما لاين لود حيطان. ماشي؟ طيب في الاخر خالص انت هتوصل ايه؟ هتوصل ان انت تعمل الديكس اف اللي هو بالمنظر ده. حاجه بالمنظر ده. الغلطه بتاعتك دي غلطه ثانيه بتخانه اكبر، او ممكن تكون عامل غلطه كامله كلها وتقصها في الايتابس نفسه، مفيش مشكله. تقطعها في الايتابس، اماكن العمدان بتاعتك كلها بول لاينز، البويز بتاعتك برضو بول لاينز، الحيطان معموله برضو بلاير اسمها ايتابس وول لاينز في نص الحيطه. ده كده الدي اكس اف بتاعك. تمام؟ بعد ما بتخلصه بتتاكد ان الابعاد بتاعتك كلها بالمتر، 22.5 متر يعني مش بالملي. ماشي؟ وتحاول تنقله عند نقطه قريبه من الصفر والصفر. كده تقريبا قريب منها. بعد ما خلصت تروح واخد ده كله في فايل لوحده بره خالص، حاجه اسمها دبليو بلوك. هو الفايل اللي معاك ده، تمام؟ تعمل له سيف وتقفل. عايزين بقى نسحبه على الايتابس. كذا مره اللي اتكلمت معاكم فيها في الايتابس انا كنت بقول لكم ان احنا عندنا طريقتين، يا اما نرسم جوه الايتابس نفسه، يا اما نسحب الدي اكس اف ده. النهارده بقى بنسحب الدي اكس اف ده، هتعمله ازاي؟ اول حاجه تفتح نيو موديل، بلانك عادي، بلانك ما بتقدرش اي جريد ولا اي حاجه، انت كده كده معاك الدي اكس اف. المفروض وانا
بعمل الموديل بتاعي انا بكون من الاول خالص عارف هو ارتفاعه كام دور وكام وارتفاع دور واحد كام متر وهكذا ماشي. هعتبر ان انا عندي المشروع ده 10 ادوار مثلا ارتفاع دور 3 متر تمام. اول حاجه عشان اظبط الستوريز عندي من هنا ايديت ستوري هو كاتب لي ده الديفولت بتاعه عامل 4 ستوريز ممكن اعمل هنا تحت كويك اد ستوري على طول اعمل 10 بتوعي موديفاي خش اغير الارتفاعات بتاعتي خليهم كلهم مثلا 3 طبعا انت معاك المعماري معاك كل ارتفاع كل حاجه بكام اوكي. ثاني حاجه بعرف الماتيريال 30 ونص 3499 بعد كده عاوز اعمل ايه عايز اسحب من فايل بورد عندي هنا دروينج او دي اكس اف اركتكتشر بلان تمام انا اسحبه كدروينج اللي انا سميته دي اكس اف 2 1 مش فاكر علي. بعد كده بيقول لي هنا الوحدات بتاعتك ايه في الكاد متر عايز تحطه في اني ستوري احطه في ستوري 1 اوكي بسمي كده عشان ان شاء الله يجي يعني ما يحصلش مشكله. فوق جه بس تطلع بقى على ستوري بتاعي 1 اهو يا شباب ده الدي اكس اف بتاعي. الدي اكس اف لا يمثل اي شيء في الايتابس نفسه ده كلها وكانها هي حاجه كده بلان يعني مش داخله معايا في اي اناليسيس. محتاج احول الكلام ده كله بقى لستراكشر اليمنتس معايا معاك يا باشمهندس. اقول حاجه بسرعه بس الناس توقفني ماشي. عندي من اللي هي اللي على الجنب دي موديل اكسبلور ممكن اظهر منها الاركتكتشر لايرز الاوبشنز اركتكتشر بلان اوبشن اعمل دي سيلكت الكل واظهر السلابس بس عشان ارسم السلاب لوحدها تمام. انا مثلا السلاب كنت اعملها في الاستاتيكال 24 سم اروح داخل على الديفاين سيكشن سلاب اعمل سميها هنا سلاب طبعا انت كنت خدتها قبل كده اللي هي سين ولا سيك ولا الكلام ده كله احنا بنعملها شيل تن عايزين نرسمها على طول كليك يمين على الايتابس اد اريا اوبشن هيرسم لك البلاطه على طول على الاركتكشر لاير بتاعها. انا كنت عامل في الاستاتيكال مثلا الحته اللي فوق دي تخانتها اكبر شويه. كنت عامل التخانه اللي فوق دي اكبر شويه ليه؟ عشان في هنا كابولي كبير شويه. انا هكبر التخانه بتاعت الحته اللي فوق هخليها مثلا 26 سم. راح جاي مخليها لوحدها اساين شيل هات كوبي 26 او 28 كده اس 28 ودي اس 24 اتفضل الالوان عشان بس ابقى مميز ان دي تخانه غير الثانيه. ده كده السلابس عايز ارسم العمدان برضه من اوبشن اركتكتشر لاير اخفي كل حاجه واظهر بس الكولومز.
في عندي هنا من علامة الكولوم زي ويك كولوم اختار منها ان هو يبقى كونكريت كولوم بدل الجريدز اختار اركيتكتشر لاير وامشي كده كل النوع لا دي ما تعملش اللي بيطلع ما عارف المفروض لما اعمل كده المفروض ارسم على العمدان دي بس هو ما اترسمش مش عارف ليه اد كولوم اوبجكت مش هو رسم العمدان اهو اد كولوم اوبجكت هنا اد كولوم اوبجكت على طول عايز ارسم الحيطان دي برضه عندي من وول هنا عارف بس سكشن الوول بتاعي مثلا دخلت 30 سم شيل وول الكويك كولوم الكويك اريا هنا او كويك وولز اختار الكتكشن لير وامشي برضو على الولز بتاعته الناس شايفه بترسم ولا لا بيرسم بس عشان تبان ده كده الوولز عايز ارسم الفويد برضو من اركتكتشر بلان اوبشن اقفل كل حاجه وافتح الفويد من هنا برضو اختار اوبننج اركتكتشر لاير شمال يمين كده هيرسم الوولز الاوبننج على طول ناس معايا فاضل البيمز مع حضرتك بس اظنش البلان ده كان فيه بيمز اصلا لا فيه هنا بس عند الحته دي برضه من كود بيمز هنا على طول اختار البيم بتاعتي كونكريت بيم احاول اكون معرف سيكشن للبيم assign frame section 30 في 8 لو عملت 3D كده هتلاقي ان الحاجة كلها بتاعتك اترسمت العمدان بتاعتك اترسمت اتعرفت بحاجة اسمها F section 5 او F section 2 او F section 1 وهكذا الحاجات دي لو دخلت عليها هتلاقي ان هو عامل السكشنز دي بالابعاد المعمارية اللي انت كنت مدخلها دي يعني متر متر ونص في 60 هتسمي ده سي 60 في متر ونص ده القطاعات اللي انت كنت راسمها اصلا فاهمين يعني هو بيعمل قطاعات كل قطاع جديد يسميه هنا بالمنظر ده ده تلاقيه 2 في 3 سي 2 2 في 30 معايا؟ مهندس انا عندي سؤال هو ليه هنا الحوائط كلها باينه كانها شيل وول؟ المفروض الحوائط الداخليه دي حوائط مثلا لو بنعملها حيطه عاديه ولا كل الحوائط لا هي شيل وول لا هي شيل وول تمام هو اصلا ال كنت بتحول لكم دوت هو تاور 30 دور فمحتاج شيل وولز كبيره جدا يعني ممكن احنا هنا مش هنحتاج ده كله الصراحه بس خلاص بقى احنا اشتغلنا عليه فمش مشكله
ده كده ازاي تحول الديك سيف بتاعك في تابس مود. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ عايز تعمل اساين للاحمال علم عبارات بتاعتك كل ديستريبيوتد بقى خلاص. اساين شيل لودز يونيفورم فور مثلا لايف، تحط اللايف لود بتاعك لو ده مبنى سكني يبقى بوينت 2 مثلا يعني. ممكن بعد كده تروح ران ران على طول تشوف الدنيا فيها ايه. شوف الدنيا فيها ايه دي يعني، شوف الديفليكشن شكله عامل ازاي، في حاجه اون سيف كده يعني، شوف تاكد المود بتاعك سليم ما يطلعلكش ايرور وهكذا يعني. عايز اشوف شكل الديفليكشن من ديفورم الشيب زي ما اتعلمنا مثلا الديد، عايز اشوف زد ده شكل الديفليكشن بتاعك منطقي ان في السبان الكبير ديفليكشن هنا عالي، كانت ليفرز بره ديفليكشن عالي، ديفليكشن هنا برده عالي عشان كانت ليفر، افهم ان المود بتاعك كده شكله مظبوط. تمام فك الران عادي وظبط بقى المود بتاعك ان انت تعمل له ريبليكيت مثلا ايا كان عايز تعمل ايه. في صعوبه في الكلام ده؟ في صعوبه؟ طيب مثلا انت نسيت حاجه في الدي اكس اف، نسيت حاجه في الدي اكس اف، هل ارجع اعملها تاني؟ لا، عايز تزود اي حاجه ممكن تزودها من هنا على طول بقى. يعني انت لو في مثلا كاميرات هنا نسيناها ممكن انت ترسمها على طول بايدك بالمنظر ده مثلا. لو في صف كاميرات هنا شايفين الحته اللي كنت بقول لكم عليها ممكن تبقى مايله شويه، لو مش عايز اعملها كده عايز امشيها مستقيمه عادي كده كده ما وصلتش لايه؟ السي جي بتاع العمود. اوصلها بحاجه اسمها لينك من ديفاين سيكشن لينك اختاروا فيكس اول. فيكس اول ده هو بيخلي لك الترانسليشن والروتيشن كلها ثابته من النقطتين اللي هتوصل ما بينهم، فكانها متوصله في السي جي بالظبط. ماشي من تحت هنا علامه اللينك اهي رو لينك، توصل من اخر نقطه لحد هنا ده كده اللينك بتاعك. تمام في حاجه ثانيه من التابس 18 وانت طالع ممكن يقول لك ان العمود ده في هنا حاجه اسمها انكلود اوتوماتيك ريجيد زون. يعني ايه؟ يعني العمود كانه ريجيد كل الحته دي، فانت ممكن توصل الكاميرا في اي حته بس ما بنحبش نعملها عشان بتجيب لك ايرورز كتيره ثانيه فمش بنحب نعملها. تمام فبنشيل الصح من عليها ونوصل عادي احنا لو عايزين نوصل بالسي جي او باللينك ده. طبعا الريجيد لينك الريجيد زون دي موجوده على طول في السيف، يعني احنا بنعمل في السيف البلاطات بنحتاجها تكون موجوده عشان نمثل البيهيفير الصح بتاع البلاطه. تمام مش معنى اني نسيت حاجه في الديك سيف ان ارجع اعمل ديك سيف واسحبه من الاول، لا خالص. تمام طب كنت قلت لكم برده ان السلم بمثله في فتحه. طب حمله بيروح فين؟ السلم ده كده مش شايل ازاي؟ حد عنده فكره؟ انا عندي السلم بالمنظر ده، السلم ده شايف كده بتشال ازاي؟ انا عامل فتحه هنا كده بتاعي شكل يو كده بالظبط. حد عنده فكره السلم بيشال ازاي؟ فبتقف في ثالثه المقرون. محمد حسن انتوا بتقلوا ليه؟ انتوا كنتوا خمسة قليل والله ما اعرف. لا نعم مش عارف، هو الناس كانت معانا من اول
هو السلم ده بيشال ازاي؟ انت لو خدت كنت خدت الثالثه مدني اللي هو بيتشال على الاليمنت اللي هنا اللي هو كان فيه حيطه هنا والناحيه الثانيه، يا اما على كاميرا يا اما يترمي على البلاطه نفسه، ترمي على البلاطه نفسها. هي البسطه قصدك يا باشمهندس؟ البسطه كانت فوق هنا، انما الدور بتاعي هنا، فهو هيترمي هنا على البلاطه نفسها فلات سلاب وهنا على الحيطه شريحه وان ويب بالمنظر ده. تمام. المهم ان الشريحه اول واي بتمشي بالمنظر ده، نصها على الحيطه هنا ونصها بتترمي هنا. يترمي ازاي؟ انك انت تعمل زي دامي لاين كاميرا كده هنا وتحط عليه حمل السلم ده انت كنت حسبته قبل كده، المفروض دبليو اس في طول السلم على الاثنين. تعمل ديفاين للسكشن سميه دامي ستير مثلا، دي تخانه صغيره جدا، هي حاجه بس وسيله انك انت تحط بيها الحمل بتاعك على السلم، انت تحط حمل السلم بتاعك كده فبتدي له ابعاد صغيره جدا عشان تحط الحمل عليه. هو ده لكل الانظمه بتاع السلالم ولا لكل نظام؟ حسب السلم بتاعك شايله ازاي، بس في الاخر هتحتاج ان هو يترمي على بلاطه او يترمي على كاميرا ايا كان. يعني يعني لو كان في كاميرا عندك هنا 30 في 80 بقى تحت البلاطة مثلا، كان في هنا عندك كاميرا 30 في 80، انت ممكن تشيل السلم بتاعك من اول هنا لحد هنا، هي مش موجودة، فممكن تشيل السلم بتاعك من هنا لهنا. تحسب حمله ازاي؟ انك انت تشوف طول السلم كله في الشريحة بتاعتك، ده الطول بتاعك دبليو اس ال على 2. استنى اعملها لك بقى بالورقه والقلم. الأحمر ده هو الحيطة بتاعتك، ماشي؟ وده السلم بتاعك، هو طالع من هنا كده. كنت بتعمل إيه الكلام ده إزاي في تالتة مدني؟ أول حاجة كنت بتعمل شريحة كده، الشريحة اللي هي الفرعية، بتشال على نقطة هنا وعلى نقطة هنا، مظبوط ولا لأ؟ مظبوط صح كده؟ بعد كده بتعمل الشريحة الرئيسية بتاعتك اللي هي بتتشال على الحيطة من هنا ومن الناحيه دي، اما على كاميرا لو في كاميرا هنا او ترميها على فلاش لاب نفسها على طول. بس لو خدتها على الكاميرا هنا الطول بتاعك هيبقى من فين لفين؟ هيبقى من اول هنا لحد هنا، هيبقى طول اكبر شويه. دي هتبقى ال بتاعك، لو رميتها على فلاش لاب تبقى دي ال بتاعك صح؟ لكن تقدر تخنت السلم ازاي؟ ال على 25 كانها سمبل سبان. طب وعشان نجيب الرياكشن اللي هنا او الرياكشن هنا، شكل السلم بتاعك بيبقى عامل كده. في كده الدبليو بتاعتك هنا كده
ده رياكشن وده كلها تولن ال وده الدبليو اس بتاعها. لو الناس فاكره الدبليو اس كانت بتحسب ازاي اللي هي التي اس في الجاما كونكريت زائد الفلور كفر زائد اللايف لود، فاكرين الكلام ده؟ فاكر الكلام ده ولا لا؟ خدناها في خرسانه كانت الترم الاول صح كده؟ الدبليو اس بتاعتك كانت بتحدد ازاي اللي هو اتخنت السلم وزاد عليها 7 سم زائد الفلور كفر زائد اللايف لود، الكلام ده كله ده ال WS. تاخد شريحة متر هنا مظبوط كده، شريحة متر ضربها في L على 2 تجيب الرياكشن ده. الرياكشن ده هو اللي بيتحط على الكاميرا اللي هنا او على البلاطة على طول الفلات سلاب. الكيس اللي عندنا هرميها على فلات سلاب على طول بيطلع تقريبا، بتعمله طبعا لوب باترن جديدة سميها ستير. تعمل له اساين فريم لود ستير لما يطلع لك مثلا 4 طن. الظاهر الشاشة بتاعت انا بفتح الشاشة. عملت لود جديدة لود باترن جديدة سميتها ستير. جيت هنا على الخط دوت عملت عليه اساين فريم لود ديستريبيوتد ستير 4 طن اللي انا حسبته مانيوال مظبوط. طب لو كان كاميرا هنا لو بحطه على الكاميرا هيطلع طبعا اكبر شويه عشان السبان بتاعي اكبر شويه. الناس فاهمه؟ فاهمين يا شباب؟ انا كده معرف البلاطه بتاعتي كلها ان هي فلات سلاب الخانة اللي هي 24. حد عنده مشكلة في اتخانة دي اكس اف؟ حد عنده مشكلة؟ لا تمام. كان حاجة بس معلش، لو عندي كاميرا مدورة هنا كده بعملها ازاي؟ انت هكون في الكاد بتاعك عامل خطوط كده مفصلة لحد ما توصل للكاميرا بتاعتك ماشي. ما بتعملش سيركلر او تانجل او حاجه من الحاجات اللي هنا الاوبشنز هنا عشان ما تبوظش الدنيا، نعملها لاينز عاديه وخلاص. ده كده اول جزء معانا النهارده. حد عنده مشكله؟ تاني حاجة ان احنا ازاي ندخل تراس على الايتابس، نرسم تراس على الايتابس على طول بدل ما نرسمه في الايتابس نفسه، لا هنعمله في الكاد. انا عندي تراس بالمنظر ده عادي خالص. الدم بتاعك 28 متر تمام، ارتفاع التراس 9 بعد كده طلع لفوق 2 متر 12 متر يعني. المسافه بين الابر كورد واللور كورد 2 متر. طبعا شكل الدياجونالز والحاجات دي كلها على حسب شكل المومنت اللي هو عامل بارابولا كده بتخلي الممبر بتاعتك شايله كانها تنشن زي ما خدت في الستيل. فانا رسمت التراس بتاعي كله في الكاد، عايز اسحبه زي ما هو كده في التابس بقى ماشي. نعمل الكلام ده ازاي؟ فايل امبورت طبعا بقى مش هختار بلان،
اختار دي اكس 3 دي موديل تمام، بس اتاكد بس انا اكون قافل الاول. اكس اف فايل 3 دي موديل، مش هينفع اختار اي بلان. تمام، اختار التراس بتاعي. انا عامل لير جوه اسمها ايتاب سلاب، الوحدات بتاعتي بالمتر. الاب دايركشن هختاره واي، على التراس موديل 2. هيجي لك زي ما انت رسمه بالظبط في الكاد. تمام يا شباب. طيب الناس كانت فاكره ازاي بنعمل ال بتاع الستيل اصلا، مش فاكر. فاكرين الاحمال الديت كانت بتتحسب ازاي؟ افتح بس الملزمة بتاعت الأحمال التروس وشايفين معايا. زهرة دي قدامكم؟ اه زهرة. تمام، لو فاكر معايا كنا بنحسب ازاي الاحمال. كان عندك يا اما ديد برايمري لودز او سكندري لودز، ديد واللايف. السكندري اللي هي كانت بتعبر عن وين. تمام، لو انت عندك تراس بالمنظر ده تقريبا ده شبه اللي انا عامله لكم. يعني محتاج تحط على البيرلينز بتاعتك الاحمال الديد بتاعتك ايه هي. ماشي، فانت بتشوف الفريم ده هيتكرر كل قد ايه. لو قلنا مثلا هو هيتكرر كل 6 متر، والسبيسنج ما بين البرلين والثانيه 2 متر، يبقى انت محتاج تجيب الجوينت لودز اللي موجوده على النقط دي. كانت بتتحسب ازاي؟ بتحسب الدبليو بتاعتك اللي هي الدبليو ديد اللي هي كورجيتد شيلز زائد وزن الستيل نفسه، قول اللي هو سنجل لاير او دبل لاير، هنقسم ان هي ب 10 مثلا، زائد وزن الفريم نفسه او وزن الحاجات اللي فوقيه على حسب طوله. الفريم العادي طوله 28، فانت بتتكلم ان الاحمال بتاعتك هتبقى تقريبا 40 كيلوغرام في المتر سكوير. ال 40 هنضربها في السبيسنج في البيرلين، في المسافه بين البيرلين، يعني 40 في 6 في 2 تطلع 0.48 طن. تختار الجوينت بتاعتك دي، تعمل لها اساين جوينت لود نور كفر سالب 0.48. حسبناها ازاي؟ جبنا الديد لوب بتاعنا اللي هو 10 وزن الكوريجيتد شيت زائد 28 اللي هم اسيوم لطول الفريم نفسه. بعد كده ضربناها في السبيسنج، ضربناها في السبيسنج ما بين البيرلينز كمان. اخر حاطين نقطه شال السبيسنج ده S في A، spacing بين الفريمز في A المسافة بين البيرلينز. أول وآخر نقطة تبقى تاخد نص اللود. point two four
نفس الكلام هتحسبه لللايف نود. حسبه اللايف نود كانت بتبقى عباره عن ايه لو هو ان اكسسبل. ستين ناقص 66.7 تان الألفا تقريبا بتبقى 60 يعني. نفس الكلام 60 في 6 في 2 6 في 2 اللي هي الاريا اللي هو شايلها البرلين الواحد. الأول والآخر يبقى نص القيمة. طب ازاي نعرف نجيب الاستيميشن اصلا بتاع القطاعات اللي عندي؟ انا الشكل نفسه خلاص رسمته في الكاد على طول، واقدر ارسم اي شكل عندي مفيش اي مشكله. الاستيميشن ده اجيبه ازاي؟ ممكن بكل بساطه ان انا احول كل الاحمال دي لديستريبيوتد لود. انا قلت الديستريبيوتد لود بتاع الداتا 40 واللايف كان 60 يعني 100 يعني 0.1 في 6 متر يعني 0.6. لو ضربت 0.6 في 28 سكوير على 8 ده المومنت على الفريم نفسه، ده المومنت قيمه المومنت على الفريم. لو قسمتها على الارتفاع ده هيجيب لي التنشن تحت والكومبريشن فوق. يعني لو قسمتها على الاثنين هيجيب لي الفورس تحت 30 طن. اقدر منها اجيب الاريا بتاعت الانجلز اللي تحت. انا عملت لها اسيوم ان الانجلز اللي تحت واللي فوق هتبقى دبل انجل مثلا 2 ال في 100 2 ال 100 في 10. بعرفها منين؟ من نيو بروبرتي هنا اختار هنا ستيل دبل انجل، اختار 2 ال 100 في 10 توتال ديبس بتاعي 0.1، الويست بتاع سنجل انجل 0.1، السكنس بتاعي 0.01 اللي هي 10 مللي، السكنس تاني برضه 0.01، المسافة ما بين الاثنين انجل خليها حاجة صغيرة 0.005 مثلا. ده كده شكل الانجلز بتاعتي. الدياجونال ممكن اعمل لها اسامشن برضو ان هي تكون انجل 80 في 8. كده بتعمل اسامشن في الاخر بتتشيك بالموديل نفسه، لو حاجه ان سيف هتزودها. هو احنا ما ينفعش نختار القطاعات اللي بتبقى في الجداول معانا في الامتحان يا باشمهندس ولا لازم؟ بقول لحضرتك ما ينفعش القطاعات اللي بتبقى معانا في الجداول نختارها من البرنامج، ولا كل قطاع هنقعد نعمل له اسلاين زي الخرسانه برضه؟ مش عارف، انا بعلم عليهم واختار الاسلاين القطاع اللي انا عايزه. هم في الاخر ثلاث اربع قطاعات اللي هستخدمهم. انا مش عارف انت عايز تجيبهم من جداول جاهز يعني اللي في الكابس؟ انا يعني قصدي على كده. حسب الفيرجن اللي معاك، حسب الفيرجن اللي معاك مظبوطه ولا لا. انا الفيرجن اللي عندي ما اظنش ان فيها الحاجات دي جاهزه. تمام. في عندك هنا تقريبا اللي هي امبورت، صح؟ ده قصدك؟ انا قصدي على كده يعني لو هم كنا بنستخدمهم في الجدول في الامتحان معانا. حسب لو تعرف تجيبها على طول مفيش مشكله. تقريبا موجوده هنا اهي، بس ما اعرفش بقى ده انهي كود يعني. انا اضمن اعملها بايدي انا احسن وخلاص. تمام خلاص. 80 في 80 هي هرسمها بكل بساطه ما فيهاش مشكله يعني. عايز تتاكد من الحاجات بتاعتك من السكشن بروبرتيز هنا، تتاكد من الاريا ومن الحاجات دي كلها لو عايز تتاكد انك انت دخلته مظبوط. العمود ده ممكن تعمله HEB أو IBE مثلاً في الكولوم. آخر حاجة بس تخلي
تعمل ريليز لكل حاجة عندك، كل الممبرز الداخلية بتعمل لها ريليز عشان كله يترص، ما بيشيلش أي مومنت أو شيل. أسطاين فريم ريليز برضو الأبر كورد واللور كورد بتعمل له في الأول وفي الآخر خالص ريليز. الجوينتات بتعملها فيكسد. بعد كده ترن. طبعا السترينج اكشن عندك هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اكسيال فورسز بس في جو في الفريمز تراسز يعني. ظهرت الاكسيال فورس كده. ده لك تحت تنشن 17 ونص. فوق كومبريشن 21. ده اللي انت متوقعه ان عندك يكون فوق كومبريشن وتحت تنشن. والدياجونال اللي يكون جاي عليها برضو ايه؟ تنشن. انت متوقع حاجه زي كده صح ولا ايه الدنيا؟ مظبوط. المفروض لو ظهرت المومنت ما يطلعلكش حاجه خالص على الحاجات اللي جوه الداخليه دي كلها، ما يطلعش فيها اي حاجه تقريبا زيرو، ما فيش غير بره بس على الكولوم نفسه اللي هو واخد الفورس اللي جالي هنا وهنا وعامل بيها المومنت اللي على الشكل ده. اي مشكله انك تدخل رسمه اي تراس في الايكابس؟ اي مشكله كده؟ هو لو سيستم ستيل يا باشمهندس برضه هنقعد نعمل لكل فريم الشكل ده ونكرره ونعمل له ريبليكيت زي الفريمات اللي فاتت برضه ولا؟ انت عايز تعمل ده ريبليكيت تعمل له يعني مفيش اي مشكله. اديت ريبليكيت عادي خالص كل 6 متر 10 مرات مثلا. مفيش اي مشكلة. بعد كده تروح موصل بقى بالبيرلينز بتاعتك. قول اي بتاع وصل. توصل يعني البيرلينز بين النقطة بتاعتك عادي مفيش مشكلة، بس الأحسن إنك أنت تعمله 2 دي بس يعني لو هو سهل وسيمتريك تعمله 2 دي بس. حد عنده اي مشاكل في الحاجات اللي احنا قلناها النهارده؟ تمام. اديك شايف حد عنده اسئله فيه؟ بكره ان شاء الله يعني هبعت لكم، المفروض ان في شيت 3 هينزل لكم كمان بس انتوا لسه شيت 2 ما عملتوش صح كده؟ نبعته لحضرتك. ايوه تمام. على يوم الثلاث كده هبعت لكم شيت الجديد ان شاء الله. حد عنده اسئله في الشيت الثاني اللي فاتوا؟ هو الكونتراكشن جوينت يا باشمهندس اللي هو فصل الانشاء، في فرق بينهم ما بين الفصل بتاع التمدد؟ عدد لك شويه. بقول لحضرتك الكونتراكشن جوينت او الكونتراكشن جوينت فصل الانشاء اللي هو فصل الصف. اكسبانشن جوينت. هو موجود في الشيت. موجود في الشيت كونستراكشن اللي في الشيت دي اكسبانشن جوينت عشان السيرمال. ايوه هتعمل اثنين فريم في ظهر بعض. تمام ده فصل الحراره، لكن انا بتكلم عن فصل الستاب. ايه الفرق بينه وبين فصل الستاب؟ فصل الستاب ده بيبقى في البلاطه مالكش دعوه بيه، مش تبعك يعني مش قصتك. تمام يعني المسمى بس كده يعني يعتبر مسمى. انت لازم تعمل عندك ان هو يكون في فصل سيرمال اكسبانشن جوينت، تعمل فريمين في ظهر بعض على النص كده تاني. تمام هو موجود في الشيت كونستراكشن انا كنت بسال عشان كده. لا مفيش كونستراكشن ده. تمام. حد عنده اي اسئله ثانيه؟ وكنت غلطان في الشيت انا قايل لكم ان الحاجات اللي تتعمل على اكسس 1 و2 هي المفروض في اكسس A و B تقريبا او العكس.
اللي هي في المسافة بتاع 28 صح؟ هو اه فريم هيبقى في الاسبان بتاعه 28 وكان تريفر 2 متر. تمام. مش حد عنده اسئله ثانيه يا شباب؟ هو شيل 3 يا باشمهندس هيبقى على ايه بقى؟ هيبقى ايه؟ شيل 3 هيبقى محتاج مننا نتمرن اكتر حد اكس اس وكده ولا هيبقى حاجه ثانيه؟ لا على اللي انت بتاخده يعني. اللي انت بتاخده يعني ديك سيف تراس هنشوفه ماشي. اي اسئله؟ انتوا ده عددكم يا جدعان اللي بتحضر في المحاضره ولا بتبقى اكتر من كده؟ هو في ناس بتحضر وفي ناس ما بتحضرش على حسب، مش عارف بقى الناس بقى النهارده برضه نفس النهارده ما فيش القصه خالص برضه. يعني، انتوا 3 بس لحد دلوقتي لو كنتوا 5 يعني وبقلتوا بقى نفس العدد الميعاد مش تقريبا، مناسب يعني. مش عارف بقى ظروف الناس لو ما كملتش. المحاضرة بيبقى نفس العدد ولا أكتر؟ احنا في المحاضرة برضه بنبقى بنفس الطريقة دي. 7 8 برضو آخركم؟ لا ما بنوصلش لسعرك. بيبقى العدد قليل خالص يا باشمهندس. علي اسألك شوية يا سمير. يبقى العدد قليل لان احنا اساسا كل مسجلين الماده 8 بيحضر 3 4 انا 5 عندي في المحاضره برضه الناس ما بتحضرش يعني، هم الثمانيه بس ما يزيدوش، ما فيش حد من بره بيحضر والكلام ده. لا لا ما فيش، هو جاله حد طيب يعني يمكن المره اللي فاتت كان في واحد او اثنين. تمام تمام ماشي اوكي يا شيخ. حد عنده اسئله؟ شكرا. ممكن حد يقول في التسجيل لو مش مهندس بس عايز اسالك شويه، عايز اسالك شويه.